أهمية الفيزياء الحياتية هو عنوان المحاضرة التي نظمها قسم الفيزياء في كلية العلوم لجامعة النهرين، حيث بينت هذه المحاضرة أهمية هذا الاختصاص في مفاصل الحياة المختلفة والدور الكبير الذي يقع على عاتق المختصين في الفيزياء في تطوير وتقدم العلم وخدمة المجتمع. فحديثي اليوم حاول أن نفهم الشباب أنه الفيزياء هي مو بس مجرد موضوعات وحلول مسائل التقليدية اللي اعتدنا عليها، وإنما هي طريقة في التفكير. الفيزياوي ممكن أن يشتغل بأي مجال ويبدع بأي مجال، وراح أذكر أمثلة كثيرة عن مجالات تطبق بها الفيزياء وتكون ذات مردود عالي للمجتمع وللمتخصص بالفيزياء. يعني مثلا مجال الاتصالات، كل الإبداعات اللي تصير الآن نشوفها بالموبايل وغيرها هو اللي مخترعيها فيزيائيين. وجاءت هذه المحاضرة للتأكيد على الاهتمام بهذا الاختصاص، والتي نقلت تجاربا وأدوارا قام بها رموز مختصين في الفيزياء والدور الكبير لهذا التخصص في الكثير من المفاصل العلمية التكنولوجية الاجتماعية والحياتية. تعتبر المحاضرة مهمة جدا، حيث أنها تعزز دور الفيزياء في تطبيقاتنا الحياتية وما لها من دور كبير في التكنولوجيا والتطبيقات الكثيرة في حياتنا العامة والخاصة. ونظرا لكون الطلبة في الفترات الأخيرة نلاحظ عزوفهم عن دخول قسم الفيزياء لصعوبة هذا الاختصاص، فهذه المحاضرة مهمة لتوعية الطلبة والحاضرين وجميع الذين يعملون في المجال العلمي بأهمية الفيزياء. ومن الجدير بالذكر أن جامعة النهرين تنظم العديد من الدورات والندوات وورش العمل والتي تخضع للدراسات والبحوث والتقييم، ومن ثم إظهارها عبر وسائل الإعلام من أجل نشر وتعميم الفائدة العلمية والمهنية للمجتمع ككل. أمير غازي، قناة الجامعية، جامعة النهرين.